صباح النور مشاهدينا، وهنخش على طول في نصيحة اليوم. نصيحة اليوم هي ان احنا عايزين نتكلم عن ان احنا لما نبتدي رحلتنا زي ما بنتكلم عنها من بقالنا تقريبا شهور، بنتكلم عن رحلة الرياضة والبحث عن الحياة الصحية اللي احنا عايزين نعملها. فمن اهم الحاجات ان احنا اول ما نبتدي، ساعات كتير الناس بتكون زي ما بنقول overwhelmed، او لما بتخش الجيم مش عارفين يعملوا ايه في الجيم لانه ما فيش حد بيساعدهم ان هو يوريهم هيعملوا ايه. فمن اهم الحاجات ان احنا نستعمل مدربة او مدرب شخصي عشان يساعدنا ان احنا حتى ما يحصلناش اي اصابات واحنا بنشيل اوزان، ويكون عارفين بالظبط نعمل الحركة ازاي صح، لان ممكن لما بنشوفها على التي في او على اليوتيوب تكون يعني ممكن تحسوا ان انتوا ممكن تعملوها، بس بعد كده للاسف في ناس كتير بيحصل لها اصابات بسبب الموضوع ده، لانه بيحاولوا ان هم يعملوا حاجات لوحدهم وتسبب الاوجاع دي. بس في نفس الوقت من المهم جدا لما تحاولوا ان انتوا تعملوا حركه برضو تسمعوا للحاجات المشاكل اللي الناس بتعملها وبتتاذي منها. لو مش قادرين ان انتوا يكون عندكم مدرب او مدربه شخصيه، لازم تعرفوا ايه الحاجات اللي تخلي بالكم منها علشان ما تعملوش او تقعوا في الحاجات دي، وما تعملوش نفس المشاكل اللي الناس كذا مره عملتها وسببتها في اصابات. اوكي، دلوقتي دايما الكيوز اللي انا بقولها في التمارينات وكده هي الحاجات اللي تخلي بالكم منها برضو، فياريت برضو يعني حتى الحلقات اللي فاتت كلها دايما تعرفوا ايه الحاجات اللي تخلي بالكم منها وايه الحاجات اللي تركزوا عليها برضو. وزي ما قلنا انه لما بنفكر في العضلة اللي احنا بنشتغل عليها بتخلي الافيشنسي او البرودكتيفيتي من التمرين نفسه بيكون 30% اكتر، لان بنعرف يخلي عقلنا وجسمنا يكون في زي اكتيفيشن بنسميها muscle mind memory. وفي نفس الوقت لما بنفكر في حاجه بنعرف انه جسمنا نتحكم فيه والعضلات نتحكم فيها اكتر. اوكي، يلا بينا. دلوقتي النهارده زي ما قلنا عندنا ادوات مختلفه، عندنا الحاجات استعملناها كلها قبل كده، عندنا الساند باج، عندنا الكاتل بيل، وعندنا الدمبلز. فاي ادوات عندكم النهارده يا ريت تطلعوها معايا ونستعمل كل حاجه عندنا. وكمان في نفس الوقت عندنا الستبس، لو عندكم ستب برضو ممكن تطلعوها معايا. دلوقتي اول حاجه هنبتدي بيها هي السكواتس. دلوقتي سكواتس فيها طرق مختلفه كتير جدا ممكن نستعملها وممكن نعمل بيها. اول اسهل حاجه ان احنا نعمل سكواتس من غير اي اوزان، فلو حتى معكوش اي حاجه في البيت هنبتدي بالسكواتس العاديه. عايزين ان احنا رجلينا تبقى لبره لفي، ما تبقاش بعيده قوي عن بعض، يا اما كده تبقى سومو سكوات. فده هنعمل السكوات العاديه، هنمسك بطننا نبتدي ان احنا نتنفس وننزل لتحت على قد ما نقدر، ونستعمل دايما الانكل بتاعنا ورجلينا في النص علشان نزق نفسنا لفوق. اوكي، ودايما نشد عضلات الرجل ونشد الجلوتس بتاعتنا، هنا الشهيق وهنا الزفير. هحاول ان احنا نعمل تقريبا 5 عدات لكل التمارينات، وانتوا طبعا كل مره ممكن تكتروا على حسب انتوا معاكم اوزان او معكوش اوزان وانتوا فين في الرحله بتاعتكم. اوكي، يلا بينا. ثلاثة اثنين واحد. اوكي، دلوقتي لو معكوش اوزان من احسن الحاجات اللي ممكن تعملوها هو ان انتوا تقعدوا في السكوات، بنسميها حاجه اسمها تايم اندر تنشن، يعني الوقت اللي احنا قاعدين فيه العضله بتكون فيها تحت تنشن، فبتساعد على ان العضله توصل لحاجه اسمها فتيج، ان هي تكون خلاص كده يعني جبنا اخرها، وتحسوا ان انتوا خلاص مش قادرين، وتحسوا بالبيلد اب بتاع اللاكتيك اسيد، وده اللي هو الحرقان اللي انتوا بتحسوه في رجليكم. اوكي، يلا بينا. دلوقتي دي السكواتس اللي احنا بنعملها من غير اي حاجه. لو استعملنا الويتس في طرق طبعا مختلفه، ممكن نطلع الويتس الدمبلز جنبنا على الشولدرز بتاعتنا، هنخش في نفس البوزيشن وهننزل على قد ما نقدر لتحت ونعمل سكويزنج لفوق. ثلاثة أربعة وخمسة. اوكي، دلوقتي لو عايزة أعمل حاجة اسمها جابلت سكوات، هستعمل بس دمبل واحد وهحطه قريب جدا من جسمي كأنه حتة من جسمي. هننزل ونطلع. اثنين ثلاثة أربعة وخمسة.
دلوقتي كل ما بتطلعوا رجليكوا لبرا اكتر كل ما بتبقى ابعد. عايزه اي ميك شور انه دايما ركبي طالعه لبره ما تخشش لجوه، تبقى طالعه لبره، ودي اسمها سومو سكوات. السومو سكوات ما بتنزلش على قد السكوات العاديه لان الرينج اوف موشن بتاع الهيبس بتاعتهم بتبقى مختلفه. وبرده ممكن نعمل نفس الحاجه هنا بس ممكن نمسك حتى الوزن لتحت ونطلع فوق، ودايما ان احنا نشد العضل لما نطلع. هنا شهيق زفير، ودايما راسنا زي ما قلنا بتبقى اكستنشن من السباين بتاعنا. واحد. اوكي دلوقتي ازاي برضو ممكن اعمل نفس الحاجه بالكاتلبل؟ برضو هعملها نفس الحاجه، همسكها الكاتلبل من الناحيتين من الجنان وكانها حته مني هنا، يا اما همسكها لتحت واعمل نفس الحاجه، هنزل واطلع شهيق زفير شهيق زفير، يا اما اخليها فوق وامسكها هنا واعمل نفس الحاجه. دلوقتي لو عايزه استعمل الساند باج همسكها من هنا من الناحيتين اللي على الجنب، اخليها قريبه من جسمي ما اخليهاش بعيده عن جسمي هنا، ودايما يبقى السنتر اوف جرافيتي زي ما بنقول يكون في النص، ودايما الوزن اللي احنا بنشيله يبقى دايما قريب من جسمنا علشان ما يوجعش ظهرنا من تحت. Alright دلوقتي خلينا نخش في الديد ليفتس. اوكي دلوقتي الديد ليفتس نفس الحاجه، لو معكوش اوزان او معاكوا بس مثلا ريزيستنس باند او اي حاجه، رجلينا دايما هتبقى البوزيشن بتاع جسمنا هو هو في كل حته، يبقى رجلينا عامله زي ال11 تحت الهيبس بتاعتنا بالظبط، ما تبقاش بعيده عن بعض. وهننزل هنا هنرجع الهيبس بتاعتنا لورا، بنسميها هنج، يعني ما بننزلش كاننا نازلين في سكوات او هنقعد على كرسي، بنرجع الهيبس بتاعتنا لورا وبنحس بالستريتش او الشد في رجلينا من ورا. ودايما لو معانا وزن او باند يكون دايما قريب من رجلينا على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت ظهرنا ما يطوش هنا، يبقى دايما مفرود وراسنا دايما معاها. لو حاسين انه عندكم تقوس في ظهركم ممكن نبص لفوق ونطلع لتحت هنا، ممكن حتى تعملوها بايديكم تطلعوا ايديكم لبره شهيق، حتى من غير وزن ممكن تحسوا بيها، وبس في بن صغير في ركبتنا. Alright دلوقتي لو عايزين نعملها بالاوزان هنستعمل اول حاجه الدمبل، هناخدها هنا زي ما انتم شايفين الدمبلز تبقى قريبه كانها بتتزحلق على رجليا، وبعدين نطلع هننزل في 3 2 1 ونطلع في 1 تاني 3 2 1 3 2 1 شهيق واحنا نازلين. ودايما زي ما قلت دايما تكونوا شادين بطنكم علشان كمان تكونوا واخدين بالكم من ظهركم من تحت. دلوقتي ازاي هعملها بالكاتلبل؟ هنزل واطلع نفس الحاجه، ظهري يبقى مفرود، ما يبقاش التارجت ان انا اوصل للارض، بس التارجت هو انه او الهدف يكون ان ظهري يفضل مفرود واحس بالعضلات في ورا رجلي من ورا. Alright دلوقتي ازاي هعملها برضو بده بالساند باج؟ دلوقتي الساند باج الاحسن ان احنا برضو نقف على استاب في البيت او على اي حاجه عاليه سنه علشان الساند باج اكبر سنه، فاحنا محتاجين مسافه اكتر عشان نحس بيها كمان، فهنطلع على الستب وننزل على قد ما نقدر ثلاثة اثنين واحد. اوكي دلوقتي عايزين نخش في اللانجز. اوكي ودي من اكتر الحاجات اللي عشان بتبقى ايزوليشن، فبتبقى عشان مركزة على المصل جدا فبتبقى بنحس بيها اكتر. اوكي دلوقتي عايزين رجلينا اليمين تبقى قدام، رجلينا الشمال تبقى ورا، ولما نبتدي نبتدي رجلينا بعيدة عن بعض ونرجع خط لورا وكتفنا لورا، هننزل على قد ما نقدر، ودي اسمها السبليت سكوات. اللانجز معناها انه في حركة، فاحنا عايزين لو عملنا باك لانجز
يبقى معناها ان احنا بنتحرك. لو عملنا سبليت سكوات معناها انه رجلينا على الارض والاثنين ما بيتحركوش، بس بننزل ركبتنا وبنطلعها. ولو عايزين نعمل حاجه اسمها بلغاريان معناها ان احنا هنطلع رجلينا على حاجه اعلى وهنعمل نفس الحاجه، ونحط رجل الشمال برده هنا ونطلعها لقدام، نرجع جسمنا لورا ونعمل نفس الحاجه. ودايما نستعمل التنفس بتاعنا عشان يساعدنا على ان احنا نطلع وننزل بالقوه بتاعتنا.